الرحمن الرحيم. قبل كل شيء نختار السلام عليكم ونختار نثمن الشعب الموريتاني كامل ونثمن مولي هذا المجهود اللي قاموا به المبادرات التطوعية اليوم في المناقشوط. احنا من اصبح الحمد لله ما خلق مقاطعة ما جينا وحقنا تبارك الله الناس متواجدة متلاحمة وهذا العمل نختار نقول انه ما هو لا مثل ما هو لا عمل نهار ولا هو لا عمل مرة واحدة ويمشي حد. هذا ان شاء الله لا يعود عمل دؤوب ولا يعد ان شاء الله كل شهر للنوع من الأنشطة اللي من هدفه هو لأن المواطنة تعود شيء حقيقي. ولأن اكتشفنا مولي أن تبارك الله أن هذه الأعمال التطوع أن مثل التطوع بطريقة مثلا عامة لأنه خالق موريتانيا تبارك الله كيف تعرف تبارك الله مواطنينها عندهم مستوى من الوعي لأن الدولة تنبنى لا بالائتلاف حول القضايا اللي تجمع ما هو حول القضايا اللي مثلا تفرق بين الناس. اذا شفنا تبارك الله يوسف المبادرات في قضيه التنظيف ومبادرات اللي متعلقه بالتعليم هذا ما شاء الله المنشات المدارس اللي جيناها اليوم الصباح حقنا ما شاء الله وضعيا اللي شفتوا بعض يوسف من خلق حولها عمل تطوعي انا مقدره حتى ما شاء الله فهمت لا من مجهودكم انتم وحتى لان وزاره الصحه بعثت مولي بعثه صحيه متالفه من اطباء متطوعين عدلوا يوسف تبارك الله من استشارات طبيه مجانيه عدلوها في الرياض وعدلوها في اماكن اخرى ونختار مولي ثمن. اذا عموما نحن مرتاحين حتى نختار جيت هون كان ناكد لان ان شاء الله السلطات لا تواكب هذا المجهود ولان متباركين نحن نفوسنا في وزاره تشغيل الرياضه والشباب عندنا برنامج مواحلين فيه لكن يعود يجمع هذا كامل ويدعم مولي وهذه المبادرات ونختار مولي على اني نثمن هذه الروح الوطنيه اللي في موريتان ونبارك لموريتان كامل به اللي نحن كيف تعرفوا لا نخلدوا ان شاء الله يوم استقلالنا معناها ذكرى 59 وهذا الجو كيف جو المواطنه جو احياء روح المواطنه روح الوطنيه روح الائتلاف والاخاء والتضامن. ومرة أخرى أشكركم حتى لهذا المشهد الكبير. شكرا.